مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء يوجه بتشكيل فريق عمل لتهيئة ظروف استضافة العراق لبطولة الخليج 25. السيد عدنان درجال وزير الشباب والرياضة يؤكد على اكتمال تنسيق الجهود لاستقبال وفد لجنة الاتحاد الخليجي الخاصة بدراسة ملفات استضافة بطولة خليجي 25 في العراق. هذا ومن المؤمل وصول وفد خليجي مكون من 7 أشخاص سيزور مدينة البصرة في 4/4/2021 للاطلاع على استعدادات المدينة من أجل استضافة كأس الخليج القادم. كما سيصل وفد الاتحادين الآسيوي والدولي اليوم من أجل حضور اجتماعات الهيئة العامة لاتحاد كرة القدم التي ستقام في 4 شهر الحالي. وبخصوص تنظيم بطولة كأس الخليج في العراق، نحب أن نوضح بعض الأمور للجماهير العراقية. في البداية الأمر كانت هناك 3 دول قامت بتقديم ملفاتها لاستضافة كأس الخليج 25، وهي كل منها العراق، البحرين وقطر. وفي 29 شهر 3/2021 الاتحاد القطري لكرة القدم يسحب ملفه المقدم لاستضافة البطولة من أجل دعم العراق استضافة بطولة خليجي 25 بعد أن تحدثت الصحف عن ضعف حظوظ العراق لاستضافة البطولة. وفي مساء يوم أمس أعلن أمين العام اتحاد البحرين لكرة القدم في تصريح لبرنامج سوبر مع الإعلامي علي النوري بأن مملكة البحرين هي الأخرى تسحب ملفها المقدم لاستضافة كأس الخليج ويؤكد دعم بلاد العراق استضافة البطولة. وبذلك فإن العراق الدولة المستضيفة لكأس الخليج نسخة 25 في مدينة البصرة الرياضية نهاية هذا العام. ويذكر أن العراق سيحتضن البطولة للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخته الأولى 1979 والتي أقيمت في بغداد. هذا وقد أكد السيد إبراهيم أبو العينين أمين عام اتحاد البحرين كرة القدم في برنامج سوبر أن مملكة البحرين لن ولم تقدم أي طلب استضافة كأس الخليج ويؤكد دعم البحرين للعراق لاستضافة البطولة. وبخصوص مباريات نادي الشرطة الرياضي في دوري أبطال آسيا، حيث تنطلق المباريات بتاريخ 15/4/2021 بلقاء نادي الشرطة ونادي الدحيل القطري في تمام الساعة 8 مساء، ثم يواجه الشرطة نادي استقلال الإيراني بتاريخ 18/4/2021 في تمام الساعة 10:30 مساء، ويواجه يوم 21/4 نادي الشرطة الأهلي السعودي في تمام الساعة 10:30 مساء، ثم يعاود نادي الشرطة مواجهة الأهلي السعودي بتاريخ 24/4 في الساعة 8 مساء، ويواجه الشرطة نادي الدحيل تاريخ 27/4 في تمام الساعة 8 مساء. الشرطة يعود مواجهة الاستقلال الإيراني بتاريخ 30/4 في تمام الساعة 8 مساء، وتقام جميع مباريات المجموعة في المملكة العربية السعودية. فيما سيلاعب نادي الزوراء الرياضي نادي الوحدة الإماراتي بتاريخ 7/4 في تمام الساعة 7:40 مساء، ويواجه نادي القوة الجوية نادي الوحدة السعودي بتاريخ 7/4 الساعة 8:45 مساء. بالتوفيق لممثلي الوطن في البطولة. الكثير من الجماهير العراقية تسالت عن سبب عدم نزول اللاعب محمد دان في مباراتنا أمام أوزبكستان والتي خلت من تواجد أي مهاجم ضمن التشكيلة الأساسية. محمد داود عانى من ألم على مستوى الركبة قبل يوم من المباراة، لذلك فضل الجهاز الطبي راحة اللاعب وعدم الزج به في المباراة. إذا سبب الغياب لم يكن فنيا إطلاقا، حيث كان اللاعب ضمن حسابات الملاك الفني قبل يوم من المباراة، وهذا حل الموضوع حسب مصادر خاصة. لاعب منتخبنا الوطني صفا هادي يؤكد أحقية فوز العراق على نظير الأوزبكي بهدف نظيف في اللقاء الودي الذي جرى يوم الاثنين الماضي في طاشقند ضمن تحضيرات التصفيات الآسيوية المزدوجة والتي ستستأنف في الشهر 6 المقبل. وسجل هدف منتخب العراق الوحيد في مباراة اللاعب شيلكو كريم في الدقيقة 56 في اللقاء الذي كان منتخب السود الرافدين الأفضل في طوال شوطين المباراة رغم غياب والنقص العددي من اللاعبين المحترفين. وعن انتقادات لاعبي منتخب أوزبكستان حول تعمد لاعبي منتخب العراق تأخير اللعب وضياع الوقت بعد تسجيل هدف المباراة الوحيدة، أجاب صفا هادي هذه وجهة نظرهم وأعتقد أن هذا الموضوع لا يستحق الرد عليه. من شاهد المباراة سيعترف أننا كنا الأفضل ونحن من يستحق الفوز، ورغبتنا كانت كبيرة في تسجيل هدف ثاني في المباراة، وحصلت لدينا إصابتان في الربع الأخير من المباراة وغادر اللاعبان الملعب، وهذه أشياء تحصل في كرة القدم. وعن صاحب الفوز والهدف الوحيد في المباراة شيركو كريم صرح قائلا: سعيد بأول أهدافي مع المنتخب العراقي ونجحنا بتطبيق الواجبات الفنية
أمام منتخب أوزبكستان على أرضه وبين جماهيره، والتي ستعود بالنفع علينا في التصفيات الآسيوية. مدرب منتخب شباب العراق قحطان شتيري صرح قائلا: كاتانيج ناجح مع المنتخب بنسبة 100%، قلتها قبل 3 سنوات، مع كاتانيج سنصل إلى كأس العالم إن شاء الله يا قحطان. وفي هذه الصورة يظهر لاعبي منتخبنا الوطني أحمد إبراهيم وجلال حسن وصفا هادي، ويظهر حارس مرمى منتخبنا الوطني بالزول الأوزبكي إلايقلك يا جلال حسنوف.